وسعت شبكة البنك المتخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية لتحتوي على 11 وكالة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية، بإضافة إلى 104 شباك، أي ما يعادل 115 نقطة بيع. ويعكس هذا الإجراء مرة أخرى التزام البنك الوطني الجزائري بتطوير نشاط الصيرفة الإسلامية باعتباره محورا تنمويا هاما تماشيا مع توجيهات السلطات العليا في مجال تحصيل الموارد وترقية الشمول المالي. زبون من الأوائل زبائن في وكالة البنك الوطني هنا في وكالة برج منيل بأكثر من 30 سنة، وشرف لي أنا وأنا مسير تاعها. واليوم أنا ما نقولش أنا هو الزبون الأول، لأن أنا زبون قديم برك، أنا من الزبائن الأولين اللي راح فتحت دفتر حسب الصرافة الإسلامية.